بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا بكم حلقه جديده من حصاد النهار. دايما ان شاء الله نكون موجودين معاكم في حصاد النهار جمعه وسبت من 11 لواحدة بتوقيت القاهره على شاشه النهار الرياضه. النهارده كان في ثلاث مباريات. المباراه الاولى اللي كانت المقاولون العرب والاسماعيلي اللي ادى فيها المقاولون العرب باداء رائع النهارده وفاز على الاسماعيلي في اول هزيمه للاسماعيلي 2-0. بابا احمد علي في الدقيقه 3 وبابا اركو من ضربه جزاء. احمد علي اللي كان بيلعب باك رايت قبل كده كان في النادي الاهلي واتحاد الشرطه في باص مميز جدا من محمد خلف هنشوفه معانا على الشاشه قطع من ورا مدافعي نادي الاسماعيلي اللي ما كانوش النهارده فيه تمركز وما كانش فيه لغه تناغم النهارده بينهم وبين عصام الحضري. زي ما انتم شايفين هدف مميز جدا لاحمد علي. النهارده الكابتن حسن شحاته كان قادر يعني يعمل توليفه محترمه جدا بس الروح مهمه للاعبي نادي المقاولون العرب وكان اداؤه مميز. دايما المقاولون العرب اداء محمد خلف يعني كروس واحد او كره عرضيه طويله بعرض الملعب او بطول الملعب راح لها احمد علي وجاب منها الهدف الاول لنادي الاسماعيلي. طبعا عصام الحضري اتقدم بدري شويه انما عصام الحضري كان واقف مكانه كان ممكن ياخد الكرة دي بكل أريحية بالنسبة للنجم بقيمة وحجم عصام الحضري ما كانتش أثرت عليه. ضربة الجزاء دي ضربة جزاء صحيحة يمكن وأنا بتفرج على المباراة وكان موجود في الأستوديو التحليل عندنا زميلي الكريم حسن شحاتة كابتن علاء ميهوب كابتن نادر السيد كابتن وليد صلاح الدين واتكلموا على المباراة واتكلموا على ضربة الجزاء. اعتقد ان نادي المقاولون العرب النهارده ادى اداء فكرنا بالمقاولون العرب السنه اللي فاتت في الدور الاول لكن المقاولون العرب في الدور الثاني ما كانش هو المقاولون العرب اللي دايما احنا بنشوفه. دايما المقاولون العرب يا جماعه لو تفتكروا من الضربات الركنيه بيعمل جمله قبل كده لو تفتكروا المباراه اللي فاز فيها المقاولون العرب برضو اداء بابا اركو عارف ان عصام الحضري حارس مميز جدا سدد بكل قوته علشان يبقى ضامن الكوره بالظبط راحه فين. المقاولون العرب دايما بيعمل تريك كده من الضربات الركنيه وبيتميز فيها بصراحه. اللي عجبني كمان ويمكن اللقطات دي موجوده مع ماهر الديب والتوني اللعيبه وهم بيروحوا الكابتن حسن شحاته قبل المباراه كل لعيبه الاسماعيلي الكابتن حسن رمز كبير جدا كلنا بنحترمه ونقدره يعني حاجه كانت مميزه وحتى كان في حوار كده باسم ما بين عصام الحضري والكابتن حسن لان انا كنت زمان دايما اتابع هذه لقطاتها ده السلية وابراهيم حسن وعبد العزيز لعيب مميز جدا شوقي السعيد ما شاء الله كل لعيبه يعني فيهم لعيبه ما تمرنوش مع كابتن حسن بس كل يعني كل لعيبه بتقدر قيمه وقامه نجم كبير بحجم الكابتن حسن شحاته. حتى جون انطوي بيقول لي جون انطوي يعني جون انطوي ده اللاعب البرازيلي عندهم المنتاليتي بتاعنا جون انطوي جون انطوي اتوقف عند جون انطوي واقول ان ده الحوار باسم الحضر الحضر يا جماعه انا ايام كابتن حسن كنت في المنتخب واخد عليهم وبيحبوه وبيسيبوه يتكلم زي ما هو عايز حتى كان مع الكابتن سمير زاهر دايما يطلب اي حاجه يتكلم براحته خالص كلهم عارفين ان عصام الحضري من جواه يعني في نقاء وفي طيبه يعني. جون انطوي هو جون انطوي المهاجم نقدر نقول المهاجم المميز جدا اللي في عروض جايه له في الفتره اللي فاتت من اعتقد من احسن المحترفين اللي جم مصر في الفتره الاخيره هداف دوري مصر السنه اللي فاتت وهداف الدوري في الوقت الحالي مهاجم فعلا له انياب مهاجم بيقدر ياخد الكور الصعبه جدا والسهله يعني الاثنين 11 جون هداف بيقولوا بي 11 جون جون انطوي اعتقد ان وجهته اللي جايه ما اعتقدش اللعيبه الافارقه دايما طموحها بيبقى طموحها القاره الاوروبيه اهو يعني حاول كتير جون انطوي النهارده انطوي بس يعني ابو سعود كان متالق يعني كان في اثنين لعيبه لفتوا النظر النهارده في المباراه وانا بتفرج على التحليل عندنا في النهار رياضه عمر جمال بادائه الراقي اللي عودنا تاني ورجعنا تاني اداء عمر جمال وابو سعود من اللعيبه المميزه بس كان حظه في النادي الاهلي ما هواش يعني بالمطلوب. ابو سعود قبل كده راح المقاولين العرب ادى اداء كويس راح راجع بره المقاولين ورجع تاني المقاولين ماشي كويس لكن كان مع النادي الاهلي ما كانش له حظ. حتى جريدو كان اتكلم عليه وقال له انه حارس مميز قال له ده كان عندنا في النادي الاهلي ومشوه. تشكيله النادي الاهلي النهارده كانت غريبه شويه طبعا هيبقى معايا بعد شويه طبعا اكيد محمد جوده والكابتن محمد ابو العلا هنتكلم على ماتش الاهلي هنتكلم على ماتش المقاولون هنتكلم على المباراه المهمه جدا حرس الحدود وانبي بيتعثر النهارده وبيفقد المقدمه لصالح نادي الزمالك يعني النهارده حرس الحدود عبد الحميد بسوني
عبد الحميد بسوني قدر النهارده يلعب على مفاتيح لعب نادي انبي، وقدر فعلا يبقى فيه تمركز، يبقى فيه هجمات مرتده، يبقى فيه تعطيل للعب من نص الملعب اللي هو يقول خط الدفاع الاول. قدر يطلع بالمباراه بنقطه بدل ما يخسر امام انبي المنتشر في الفتره الاخيره، وماشي وبادي اداء مميز جدا. القمه حالا مع نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك حالا في المقدمه 31 نقطه، انبي 30. دجلة ما شاء الله يعني رغم تعادله مع النادي الاهلي في المركز الثالث مع الكابتن حماده صدقي 25، بتروجيت 23، الاهلي 21، والاهلي فاضل له 3 ماتشات يعني بالحسابات 3 ماتشات، ولو كسبهم يتساوى مع نادي الزمالك في المقدمه. اهو معانا على الشاشه عرضها لنا ماهر الديب، عرض لنا جدول المسابقه. مصر المقاصه ماشي بشكل كويس جدا 21، حرس حدود 20، الاسماعيلي 19، اتحاد الشرطه 19، طلع الجيش 19، المصري البورسعيدي 17. وعايز اقول يعني طبعا مكيده المدير الفني الجديد لنادي المصري البورسعيدي اللي هيبقى معانا في الفقره الثانيه ان شاء الله، الاستاذ شريف شدوى نائب رئيس مجلس اداره نادي المصري البورسعيدي، والاستاذ محمد الخولي هيكلموا على كواليس رحيل الكابتن طارق يحيى، التعاقد مع مكيده، وان هم كانوا في الفتره يعني فترة التعاقد دي رغم ان انا قرب منهم وعلاقتي بيهم كويسة جدا ومميزة وقريبة جدا، ما عرفتش الا يعني بعد التعاقد بكام ساعة، ما كانوا مقفلين المرة دي. بصراحة انا بحيي مجلس ادارة النادي المصري السنة دي، عامل يعني تكتيم وتعتيم على اختياره للمدير الفني، وده حق اصيل لهم. وبعد كده الناس يعني في عرضوا الموضوع ده لوسائل الاعلام، وانا اتكلمت امبارح وكان في مداخله مع محمد الخولي واتكلمنا على الموضوع ده، والنهارده زميلنا احمد وجيه كان موجود في مطار القاهره الدولي، صور وصول مكيده المدير الفني الاسباني الجديد للنادي المصري، وكان موجود بالصدفه كمان موجود الكابتن هاني بريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، ومحمد روراوة الجزائري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، الاثنين جايين مصر بكره في اجتماع، ولينا ان شاء الله بس يجي الشريط لينا لقاء مميز وانفراد مع الكابتن هاني بريده، وايضا لقطات وصول مكيده حصريه لبرنامج حصاد النهار وشاشه النهار رياضه. هذا شهد اخباره، بعد كده هينضم لي الضيفين كابتن محمد جوده وكابتن محمد ابو العلا وزير الرياضه، واتحاد الكوره يناقشان عوده الجماهير مع الداخليه غدا. بكره اتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز هيقعدوا مع السيد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه لكيفيه عوده الجماهير مره اخرى الى مدرجات كره القدم المصريه. يعني معنا المدرب العام لنادي الاسماعيلي كابتن اشرف خضر. كابتن اشرف اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد، الله يخليك. هارد لك، ما كانش يومكم النهارده. اكيد طبعا، مباراه يعني زي ما بيقولوا كده اتخطفنا، لكن فريق المقاولين يعني برضو نديهم حقهم يعني، طب نبارك لهم ونبارك للكابتن حسن شحاته، لكن كانوا رجاله في الملعب، وعشان كده كان معاهم التوفيق يعني، هم كانوا بيقاتلوا وربنا عطاهم في الاخر. روح قتاليه كانت مع المقاولين العرب النهارده. روحهم كابتن محمد كانت فعلا قتاليه وكده، وعشان كده ربنا كرمهم. احنا لعبتنا يعني اعتقد ان احنا بنتكلم فرص كثيره صعبه جدا تضيع يعني، بقى لنا ماتشين في حاجه غريبه وكده، لكن في الاخر هي دي كوره يعني. طبعا يعني عايز اقول ان يعني الاسماعيلي برضه حاول في الشوط الثاني، يعني انتم يعني كنتوا على فترات في المباراه كنتوا انتوا الاقوى وكنتوا الاقرب. الثاني يا كابتن محمد، والاولاني كمان، احنا في الشوط الاولاني بعد الغولين لا يعني احنا رايحين باكثر من كوره، ابو السعود كان موفق جدا، واحنا كان في برضه يعني وعمر جمال يا كابتن اشرف، برضه عمر جمال ما شاء الله النهارده كان منتشي. لا لا لا، عمر لعيب محترم طبعا، وعمر لعيب كبير واضافه لنادي المقاولون، ويعني اعتقد ان هم يعني بقول مجموعه لعيبه رجاله، كابتن حسن ربنا يوفقه الفترات اللي جايه وبتاعه كده، عامل يعني مجموعه شباب صغيرين عندهم سرعات، عندهم بيلعبوا كتيم، ف يعني الحمد لله هم تعبوا النهارده، وزي ما بقول كده ربنا وقف معاهم والتوفيق كان معاهم كمان بسبب جهدهم واصرارهم يعني. اسمح لي سؤال فني اخر سؤال، يعني انا كنت شايف النهارده في يعني لغه حوار مش مكتمله ما بين العصر الحضري وخط الدفاع النهارده، تتفق معايا؟ لا اصل انت عارف يا كابتن محمد، لما نيجي نتكلم النهارده احنا بنتكلم في حوالي 12 مباراه بالزبط. الحضري متفاهم مع لا بسم الله ما شاء الله نجم النجوم، طبعا نجم النجوم وعامل الماتشات اللي فاتت دي كلها بشكل مميز، فالنهارده لا النهارده بنقول ان زي ما بقول كده
باد لك وسوء توفيق، واعتقد ان الاخطاء موجوده في الكوره يعني. طبعا طبعا يعني مباراه وعدت واخطاء فيها وفيها هي دي الكوره. الكوره مكسب وخساره كابتن اشرف. طبعا طبعا يا كابتن محمد. كابتن اشرف خضر المدرب العام لنادي الاسماعيلي، شكرا جزيلا. هطلع فاصل واستقبل محمد جوده ومحمد ابو العلا في حوار عن الدوري العام المصري، وفي الفقره الثانيه معانا الاستاذ شريف شادوه نائب رئيس مجلس اداره المصري البورسعيدي والاستاذ محمد الخولي، والحديث عن المدير الفني الجديد مكيدة المدير الفني الأسبق للاتحاد السكندري، وعن قصة رحيل الكابتن طارق يحيى من المصري البورسعيدي. فاصل، محمد جودة ومحمد أبو العلا.